السلام عليكم احبابنا الكرام، ان شاء الله هنعرفوكم النهارده طريقه الترقيد في شجر المانجا. نعملوا شتلات جديده بطريقه الترقيد، فتابعونا كده ان شاء الله واعرفوا ايه الطريقه دي بتتم ازاي. اول حاجه ان شاء الله احنا هنعلم هنا ونشيل اللحاق اللي على الوش او القشرة بتاعت الشجر بمقدار بالظبط كده من 3 لـ4 سم. تعالى كده من ورايا عشان الناس تشوف. بالراحة كده علشان ما تعورش الفرع معاك. واحدة واحدة وما تستعجلش عليه، اهم حاجة ان الفرع ما يبص معاك، وتديله قشطة كده بحيث ان ما يبقاش في حاجة فاضلة من اللحاق اللي احنا شلناه او القشرة اللي احنا شلناها. انا عايزك تثبت، تعالى من هناك. زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم، وان شاء الله احنا هنحط عامل مساعد، حاجة تقوية علشان يمشي اللي احنا هنعمله ان شاء الله بسرعة. في عندك ممكن تحط قرفة او تحط عسل، الاتنين حاجة كويسة، فاحنا النهاردة المتواجد قرفة. زي ما انتوا شايفين كده يا دوبك بدهنها دهنة كده بسيطة من القرفة. وبعد كده بجيب ازازة زي كده، والازازة دي انا بملاها طمي من الارض عادي خالص، بس اهم حاجة ان هو يكون رطب مبلول بالمية.
واهم حاجه يكون من جميع الجوانب من جميع الجهات. ما سيبش اي فراغات واكبسه كويس عشان ده اللي هيعمل لي ان شاء الله الجدر بتاعي باذن الله. واجيب كيسه سودا ولف الكيسه كده عليه كويس. عشان ما يبقاش فيه تهوية ليه. واجيب بعد كده شيكرتون. زي كده. واحاول اقفل من هنا كويس خالص عشان ما يتسربش وما يدخليش هوا جوه. انا عايز الكيسة دي تفضل رطبة من جوه. وبعد كده بجيب ورق اللي هو القصدير او ورق الالومنيا العادي اللي بنستعمله في المطبخ. وبلفه عليه كويس. اهم حاجة ايه عشان تبقى ما فيهاش تهوية خالص ويبقى الفرع بتاعنا او الشتلة بتاعتنا ان شاء الله تكون كويسة ويطلع فيها النمو الجدر بتاعها حاجة ايه كويسة وكاملة باذن الله وما تموتش مننا. بتك عليها عشان تفضي منها الهواء خالص عشان تفضل جوه رطبة. وان شاء الله بعد شهرين من النهاردة باذن الله نبتدي نفتح عليها ان شاء الله وباذن الله تكون نما الجدر من هنا بإذن الله. وهنيجي قصين من هنا بإذن الله إن شاء الله في فيديو تاني هنوريكم إزاي إن إحنا نقص ونزرع الشتلة دي يا في الأرض على طول يا في قصرية كبيرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوناش من اللايك والتعليقات. السلام عليكم.